ولكم يوتيوب وفيديو جديد. فيديو النهاردة انا هتكلم فيه عن المسابقات يا جماعة، المسابقات اللي هما الناس بتعملها على الانستجرام. يعني بصراحة انا جربت ودخلت في المسابقات دي اكتر من مرة، ودايما بتتعمل اخر كل سنة المسابقات دي. فالمسابقات دي انا دخلت فيها كتير جدا، ويقول لك ادخل اعمل فولو لل 240 شخص، واعمل فولو لل 550 شخص، وعشان تدخل في السحب. ويقعد يعمل لك كده بعدها يقوم واقف لك ايه ده، مبروك عباس عبد الحميد فاز. فايه يا جماعة ده؟ لا بجد ايه ده، هما يكون كلهم اصلا داخلين يعتبر مع شركات. وبصراحة انا عمري ما فزت في حاجة زي دي خالص، وانا بقول ان كل الكلام ده فيك. يعني حتى احمد سعيد برجو اليوتيوبر اللي احنا عارفينه مصري، يعني طلع وقال اللي هو بيعمله حاجة اسمها ريفيرس، دي كلنا عارفينها في المونتاج. الناس بتمنتج اللي انت بتكون واقف على شخص، بعدها بتقوم عامل كده او عامل كده، بعدها بيقوم راجعلك على الشخص اللي انت كنت دايس عليه. هي دي اسمها في المونتاج ريفيرس، اللي هو ترجيع المشهد. فدي بصراحة مش عارف الناس كلها بتصدق بسرعة ليه. الناس ما بتصدق تمسك يقولك ايفون 11 برو، ايفون اكس اس ماكس الجامد جدا. فيها جدعان في ايه؟ طب انا عامل بقى سحب على موبايل، مش ايفون، لا هو نوكيا، يعني على ايه، على قناة فيها 500 مليون مشترك، ولو اشتركت في القناة دي دلوقتي حالا هديك القناة دي. او لا اقول لك انا هعمل اشتراك ل 550 قناة، انا اعمل لهم اشتراك دلوقتي حالا، ويبقى انت كده دخلت في السحب والله عليك. ايه ده؟ انا بجد مش فاهم، يعني للدرجات دي بتستخفوا بعقول الناس؟ يعني كله على الانستجرام الايام دي، كل ما اجي ادخل على الانستجرام اعمل فولو ل 550 شخص، اعمل فولو 200 هو في ايه يا جدعان؟ وفي الاخر الايميل اللي يتهكر يقولك لا سهله جدا، لو الايميل اللي اتهكر انت تقدر تعمل ايميل تاني او تقفله وتفتحه ويبقى مفيش اي حاجه حصلت. بجد مش عارف بصراحه. ناس كتير عملوا الحكايه دي، زي يعني اول شخص شفته كان علي غزلان. انا كنت رايح الجامعه كده في يوم، فصحيت من النوم بفتح الموبايل لقيت علي غزلان بيقول اللي فيه مسابقه، فقلت ده حلو يلا يا عم نشترك فيه. فعملت ال 150 شخص فولو، والحوار كان فاكس خالص ومفيش اي حاجه. بعدها ببص لقيت احمد حسن وزينب جايبين فلوس قد كده، وهنعمل مسابقه وجيف اواي. يعني ده يعتبر مش جيف اواي اصلا، ده يقول لك يرموا كده 300,000 جنيه ويلا، ويقعدوا يعملوا بقى كده بيهم ويتصوروا بيهم كذا صوره وخلاص، ويبقى هي دي المسابقه، واعمل 500 مليون واحد فولو ومفيش حد بيكسب. يعني فبصراحه حاجه، وممكن يكون قريبهم. وفي ناس كتير قوي الشله اللي على الانستجرام دي كلهم معروفين، وساعات بيكون في ناس برضك يوتيوبر بيتجهوا لدول للحاجات دي. يعني مثلا زي محمد خالد لقيته برضك عامل حاجه شبه دي، بس ما طولش فيها. يعني قال اعملوا بس فولو للصفحه اسمها، بس ما اعرفش والله بصراحه الحاجات دي. يعني كل دول بيكونوا شركات وطبعا تعليم منها بفلوس. وبصراحه مش مصدق الحاجات دي خالص، وما انصحش برضك حد يدخل في حاجه زي دي جد. يعني جد بص جدا 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 ما انصحش ابدا حد يدخل في حاجه زي دي اللي هي المسابقات، لان كلها فيك فيك. بس كده خلاص، بس كده الفيديو خلص. اتمنى يكون فيديو يعني عجبكم او استفدتوا حاجه من الفيديو. انا حبيت اطلع اتكلم وادردش معاكم عن اللي هو الحاجات اللي بتحصل على الانستجرام في الوقت الحالي. فبس كده الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. مش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب جميل للقناه المتواضعه دي عشان نوصل ل 10K قبل 2020. واستنوا يوم السبت بكره اغنيه جديده على اليوتيوب، فيديو كليب الساعه 2 ان شاء الله يعجبكم. عايز شير بقى كتير، عايز تفاعل رهيب، عايز كله ياخد اللينك ويحطه في كل الدنيا عشان نولع الدنيا ونبدا ننزل لكم اغاني 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 كتير ان شاء الله، وتبقى قويه قوي، وهنبقى غير اي يوتيوبر بالذات في الاغاني. وافتكروها دي. وبس كده، كان معكم في فيديو. سلام.